أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمعة المستمع محمد إبراهيم من الجمهورية اليمنية الحديدة بعث 3 أسئلة. يقول في أولها: اعتاد بعض الفقهاء عندنا هداهم الله بعد الانتهاء من دفن الميت أن يجلس الفقيه عند رأس الميت ويشرع في القراءة، فيبدأ بقراءة قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ثم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثم الفاتحة. وعندما يصل إلى قوله: ولا الضالين، يقول الحاضرون معه: آمين جهرا، ثم يقرأ قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يقول للميت: ثبتك الله بالقول الثابت 3 مرات، ثم يقول له: إذا جاءك الملكان الموكلان بك يسألانك من ربك ومن نبيك، فقل لهما: الله ربي ومحمد النبي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني، مرتين. هل فعله هذا جائز؟ وما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا الفعل كله لا أصل له، وحديث التلقين بعد الدفن حديث ضعيف، بل بعض العلماء يرى أنه موضوع لا تقوم به حجة. وإنما المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا فرغوا من دفن الميت يقفون على قبره ويسألون ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن بعض الصحابة، قال للحاضرين: اغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا ينفعه بإذن الله. أما قراءة القرآن عند رأس القبر وأما التلقين بعد الدفن، كل هذا لا أصل له. نعم.